Nomor peserta Tiki 012 akan membaca surah An-Nisa ayat 105 dan seterusnya halaman 95. Disilakan. Uh. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس خصيما وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً، وَلاَ تجاهل

وَلَا يَسْتَخِفُّونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ الله عنهم في الحياه الدنيا فمن يجا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله سب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن سب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا ثم Kh tanau is mubina suada ko hunang